من جهة أخرى أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالحرجة إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليه قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقد اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا الليلة الماضية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما اعتقلت 4 شبان بعد إصابتهم بجراح في مواجهات قرب رام الله بالضفة الغربية. وتنفذ قوات الاحتلال عمليات اعتقال يومية في الضفة بحثا عن منفذي من قتل 2 من المستوطنين الأسبوع الماضي شرقي مدينة نابلس. وتشهد الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين منذ عدة أيام، استشهد خلالها 4 فلسطينيين، 2 منهم استشهدا بعد تنفيذهما عمليات الطعن ضد إسرائيليين، بينما جرح 10 آخرون من الفلسطينيين. وتنضم إلينا من رام الله مراسلتنا يارا العملة. يارا، هل لك أن تجملي لنا باختصار آخر التطورات في القدس والضفة الغربية بشكل عام؟ نعم سارة، حول آخر التطورات فيما يخص المواجهات المستمرة حتى هذه اللحظة في محيط مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله، فقد أصيب شاب برصاصة بالرأس وصفت بالخطرة، نقل إلى على إثرها إلى مستشفى هداسة الإسرائيلي لتلقي العلاج. أيضا هناك حصيلة الإصابات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني هي 45 إصابة، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي و14 إصابة بالرصاص المطاطي وعشرات الإصابات بالغاز المدمع في مسيرة كانت دعا إليها مجلس طلبة جامعة بير زيت نصرة للمسجد الأقصى وللمواجهات المستمرة منذ أسابيع في مدن الضفة الغربية. أيضا اقتحم هذه المسيرة مجموعة من المستعربين واختطفوا 3 شبان من بين المواجهات حتى هذه اللحظة. كما ذكرت لك سارة، المواجهات مستمرة. أما عن العملية التي وقعت في منطقة كريات جات المحيطة بمدينة بئر السبع جنوبا والتي استشهد فيها الشاب أمجد الجندي وهو من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فقد وبحسب وسائل إعلام عبرية قالت بأن الشاب طعن شرطي إسرائيلي وحاول خطف سلاحه، ومن ثم وقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والشاب واستشهد أو أعلن عن استشهاده هذه على الفور. هناك مواجهات تدور الآن في مناطق متفرقة من مدينة رام الله على مدخل قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله. أيضا هناك مواجهات تدور في هذه اللحظة في مناطق مختلفة من القدس سجلت فيها إصابات بالرصاص المطاطي وبالغاز المدمع. نعم يارا، سوف نتابع قوات الجيش الإسرائيلي. سوف نتابع معك آخر التطورات في القدس والضفة الغربية. شكرا جزيلا لك يارا العاملة، كنت معنا من رام الله.